السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته صاحب الفضيلة. اتفضل، بارك الله فيك. متعك الله بالصحة والعافية. وإياك الله يستر علينا وعليك في الدنيا والآخرة. ينفع بيك في الدنيا يا عم الشيخ ويهدي بيك يا رب واجعل ذلك ميزان حسناتك. وإياك والسامعين والسامعات، اللهم آمين يا رب. سؤال يا سيدني. سل. رجل طلق زوجته من الخارج برسالة وهي لم تقرأ الرسالة. لكنها صدرت منه. صدرت منه. أي قال أنت طالق في الرسالة. نعم. هل يقع الطلاق وإن لم يكن ناويا؟ الطلاق وقع. حتى لو كانش ناوي يا عم الشيخ؟ لا، لم كتب خلاص الكتابة التلفظ. واحد قال لي زوجتي أنت طالق. وقال أنا لم أنوي، طلاق واقع. فيك بركة سيدنا، دعينا يا عم الشيخ. وياكم الله يكرمك.